خلينا ناخد بس على التليفون، وده تليفون انا سعيده جدا ان دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه معانا على التليفون. يا سياده الوزير صباح الخير على حضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، وعايز ابارك لكم بالبرنامج الجديد وبالتوفيق لحضرتك والاستاذ كريم. متشكرين جدا سياده الوزير، وحقيقي تليفون حضرتك ده يسعدنا. خلينا نعرف من حضرتك، هل امبارح تابعت الافتتاح بتاع قناه الاهلي وراي حضرتك ايه؟ بنبارك وان شاء الله تكون فرصه جديده للرياضه المصريه والحياه الرياضيه ويعني كل مصر. خليني اروح مع حضرتك برضو النقطة، في مفروض عدة مبادرات رياضية اطلقتها وزارة الشباب والرياضة، عايز اعرف من حضرتك برضو اكتر عن اخرها يا فندم، التطورات فيها. اتفضل. بصوا حضرتك، احنا بنشتغل في الرياضة على اكثر من يعني محور، الرياضة والصحة والرياضة المجتمعية، واكيد الجزء الثاني هو رياضة البطولة واعداداتها، وده يعني بنعمل فيه مختلف الحاجات الرياضيه ولكن الاجيال المصريه رياضه البطوله وقطاعاتها المختلفه يعني. رائع جدا. القطاعات اللي بتقوم بها الوزاره، اما المبادرات والرياضه الاجتماعيه ففي الحقيقه احنا عندنا مشروع كبير طموح كده اسمه اللياقه والصحه، بيخرج منه تفريعات كثيره جدا. يعني اللي احنا شفناه من مبادره الدراسه الصحيه في احد محاور يعني المفهوم الكبير اللياقه والصحه طبعا. لكن الحمد لله يمكن يعني مبادره موفقه وفي يعني طلب كتير جدا عليها، وده كمان رؤيه احنا عايزين ننشر الدراجه او الدراجات كاسلوب حياه، مش بس للرياضه يعني. صحيح صحيح. لكن اسلوب حياه يعني احنا في اجيال متعدده، الدراجه دي بنروح بيها المدرسه، بنروح بيها بعد الجامعه، بنروح بيها حتى العمل يعني، وده موجود في العالم كله يعني. زائد الجزء الخاص بالصحه واللياقه، ده كمان الجزء الاقتصادي، لان يعني درجه ما تستهلكش يعني زي استهلاك الوسائل. يعني دي احد المبادرات، لكن احنا عندنا مبادرات ثانيه مرتبطه بالمشي، مرتبطه بالجري، كمان مبادرات ان شاء الله بتطلق في الفتره القليله القادمه عن التغذيه والصحه. فدي كلها حاجات احنا يعني بنكملها الفترات الجايه، بالاضافه الى يعني الحاجات الاخرى الموجوده زي الجانب المجتمعي اللي بيكون في على المتنازلات العامه احيانا. دي كلها مبادرات احنا يعني بنكمل فيها الحقيقه لابعاد الكثيره الرؤيه. تمام. معالي الوزير، بعد التحيه وبعد صباح الخير على سعادتك، عايز اسال حضرتك على انعكاسات، طبعا حضرتك ملم بانعكاسات سلبيه كتير لفيروس كورونا، عايزين نسالك على انعكاساتها على الرياضه المصريه بشكل عام، وعايز برضه اسال حضرتك على عوده دوري مراكز الشباب، ايه الاخبار، وخصوصا طبعا يمكن ده اول بطوله رسميه بعد قرار عوده النشاط الكروي، فايه اخبار دوري مراكز الشباب؟ ده موجود كريم، احنا فعلا ما قبل كورونا كان في انشطه كتير توقفت، من ضمن الانشطه هي نسخه 7 لدوري مراكز. احنا طبعا مع الاجراءات الاحترازيه المتاح اقامه المباريات والمنافسات في كره القدم من 25/7. فتحنا يوم 29/7 يوم سبت او يوم الاحد لنهائي دوري مراكز الشباب. ده ماراثون كان طويل جدا، لكن في الحقيقه كان نموذج جيد. بنقول ادي نهائي كرة قدم اهو، ينفع ان احنا نعمل نهائي منظم، عملنا كل الاجراءات الاحترازية اللي موجودة، اللاعبين كمان كان يمكن على مستوى عالي جدا من التنافس وكمان الالتزام، حتى اللي جاب جوان يعني كان اجراءاته الاحترازية موجودة، دخول الفرقتين، الجلوس، التعقيم حتى اللي كان موجود. فيمكن احنا يعني اردنا ان احنا ندي مثال ان الموضوع يعني ممكن يتم اهو الحمد لله. وطبعا بنشكر اكيد اللاعبين وكمان وجود يعني معالي محافظ البحيره ومعالي محافظ الغربيه لوجودهم، وعملناه طبعا نهائي احنا كنا مخططين له اساسا قبل جائحه كورونا في الوادي الجديد، وكنا مجهزين على كده، لكن طبعا احنا بعد الرجوع عملناه في المركز القومي لتدريب المنتخبات القوميه في المعادي.
رائع جدا دكتور اشرف صبحي، بشكر حضرتك مره ثانيه سياده الوزير حقيقي، اسعدتنا بهذه المكالمه. مبروك وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا سياده الوزير، شكرا لحضرتك.